طيب، مارسيل كولر زي ما قلت في بداية الحلقة كان منح الفريق راحة سلبية بالأمس، لأن احنا عارفين كولر ده دلوقتي لما بيخلص أي مباراة بيبقى محضر البرنامج التدريبي بتاعه لغاية المباراة التالية، والجدول خلاص محدد ومعروف يعني لغاية موعد كأس الأمم الإفريقية بعد تسكين مباريات الدوري ومباريات الكأس في الموسم الماضي. فابتدى كولر خلاص يحط الخريطة بتاعته في الفترة اللي جاية. خلص ماتش الذهاب مع سان جورج يوم الأحد اللي فات والمباراة اللي أقيمت على استاد القاهرة، ويعتبر الأهلي فاز خارج أرضه 3-0. اشتغل إزاي؟ تاني يوم، يوم الاثنين، كان في تدريب استشفائي للعناصر اللي شاركت، وبعدها عمل تراي ماتش ما بين المجموعة التي لم تشارك أمام بطل إثيوبيا مع مجموعة أخرى من لاعبي قطاع الناشئين مواليد 2003 و2005. ويمكن التراي ماتش ده يمكن في بعض الإصابات الطفيفة اللي حصلت في عدد من اللاعبين، ولكن إن شاء الله نطمئن على صلاح محسن وكهربا ومحمد أحمد شرقية كمان خلال الفترة اللي جاية. طيب، بعد التراي ماتش والتدريب اللي اتعمل يوم الاثنين امبارح الثلاثاء، كولر منح الفريق راحة سلبية على أن يستأنف تدريباته اليوم وتحديدا بعد أقل من ساعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان يتمرن النهاردة وبكرة الخميس يدخل معسكر ويلعب يوم الجمعة على استاد القاهرة في مباراة هيديرها طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراوري. هو اللي هيقود هذه المباراة ما بين الأهلي وسان جورج، وبإذن الله الأهلي يتأهل ويكون يعني خطوة على التأهل إلى دور المجموعات اللي إن شاء الله هتنطلق في شهر نوفمبر تحديدا أواخر شهر نوفمبر من هذا العام الجاري. تم تقديم مواعيد دور المجموعات لأن في كأس أمم إفريقيا هيتلعب في يناير وفبراير في الكوت ديفوار. طيب، الأهلي بيستعد إزاي؟ كولر بيحضر للمباراة إزاي؟ هل ممكن يكون في عناصر أخرى مش هتشارك في المباراة عشان في إطار التدوير يعطي فرصة للاعبين آخرين؟ ممكن نشوف كريم الدبيس، هل ممكن نشوف عناصر جديدة في نص الملعب زي أحمد نبيل كوكا من البداية، هل ممكن يتم الدفع برضا سليم اللي ما كانش موجود في اللقاء الأول؟ كل ده بالتأكيد مع تفاصيل أخرى متعلقة بعدد من الإصابات.